مرحبا بكم كاملين الإخوان في انستغرام أسودي والفيس تيك توك والفيسبوك واليوتيوب كاملين على المباشر مع شريخ دائما. مرحبا بكم كاملين في أكبر لقاء صحفي مع شفيق والأب. السلام عليكم. مرحبا بني يا الكريم، مرحبا بك، مرحبا بالناس ديال عرويت 16 شفيق. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الناظور، طبعا مع شفيق اللي معروف في المواقع التواصل الاجتماعي ومعروف في الانستغرام واللي دار ضجة هنا في منطقة الريف وبالناظور طبعا، واللي كيلاقي الناس باش يتزوجوا في المغرب وفي أوروبا وعبر العالم، وتقريبا راه زوج واحد 120، أكثر من 120 أكثر من 120، أكثر من أكثر من 120 120 في أوروبا في أوروبا وأمريكا والمغرب، وكندا وحتى من المغرب إلى أوروبا وكثير من الدول. ياك يعني هذه بادرة صراحة لي رائعة، وهو والأب ديالو، الأب ديالو كيشجعو لأنه راه غادي في الخير، وهذا الشيء راه مزيان. إن شاء الله. وأخ شفيق عواشر مبروكة، رمضان مبارك سعيد. تفضل خويا شفيق. الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة ومليء بالعبادة. الله، ومرحبا بكم عندي في طبيعة لقاء صحفي، والحمد لله نتمنى ان شاء الله هذا اللقاء يكون خفيف، وان شاء الله على الاخوان كاملين اللي تيشوفوا هذا اللقاء هذا. والحمد لله اللي ما كنتش كنتوقع ان هذا البرنامج يدير هذه الضجه كامله ويوصل يعني للكثير من الدول، ماشي غير المغرب او كثير من الدول العرب كاملين كيتفرجوا فيه. والحمد لله اللي زوجت بزاف عدد كبير مغاربه، تونس، تونسيين، سودانيين اللي عايشين في الجاليه السودانيه، بطبيعه الحال عايشين في بريطانيا وعايشين كثير. والحمد لله اللي ما كنتش كنتوقع انه يوصل لهذا المستوى هذا، والحمد لله فضل الله وكثير من المجهودات والافكار. الحمد لله اللي مشى بعيد، وكثير من الاعمال الى الامام ان شاء الله، مازال الاعمال كثيره ان شاء الله، ونفرحوا بنات الناس ولاد الناس ان شاء الله، وهادو اللي فرحت معهم الحمد لله، والعقبه الاخوه الاخرين اللي كيتابعوا البرنامج. واكثر من هادشي كامل ان شاء الله، راه كاين مور رمضان ان شاء الله واحد خمسه ديال الكوبل اللي غادي يتزوجوا من بعد رمضان ان شاء الله. هاد الكوبل في اوروبا وفي المغرب تا هما تزوجوا من بعد رمضان، وكاين اللي عرض عليا ان شاء الله، الا كان جبتها الوقت ان شاء الله غادي نحضر بطبيعة الحال، إلا كان ساعدني الوقت بإذن الله نحضر وندير لهم المباشر بطبيعة الحال في العرس اللي غادي يكونوا تزوجوا فيه. وشكرا لكم بزاف اللي دائما حاضرين في حاضرين معنا دائما. اخ شفيق، هاد الكوبل هادو الخمسة منين قلتي؟ الله يرضيك، حيت الناس كيدخلوا كيسولوا. اوكي، كاينين جوج اللي تزوجوا فرنسا، غادي يتزوجوا من بعد رمضان يديروا العقد، ومغاربة، مغاربة الجاليو من نفس المنطقة وما فرنسا، هما فرنسا نيت فرنسا بدون أوراق، وكاين اللي عنده أوراق، وكاين واحد كوبل عاود تاني في هولندا، وجوج في المغرب، جوج في المغرب طبعا. هاي وشفيق، دابا قول لنا الأخت، فاطمة تيني قالت لك بغيت نتزوج، شنو غادي تقول؟ مرحبا بهم دائما كاع بطبيعه الحال اللي باغيين الزواج وباغيين يديروا دارهم، مرحبا بهم، يتواصلوا بطبيعه الحال فيما داروا شفيق، راه فيما الاسم شفيق راه اوكي. والبرنامج هو المعلومات، انا الدخول مثلا بغات تتابعني في الفيس تابعني، ولا تتابعني في تيك توك اللي الفيس فيه تقريبا 500 كا، تقريبا نص مليون ديال المتابعين تقريبا، ما بقى والو، نص مليون ديال المتابعين. في تيك توك عاوتاني دير شفيق، اي بلاصه درتي شفيق تلقيني انا موجود، لان كندير البرنامج كنديرو على المباشر، كنديرو في تيك توك وانستغرام والفيس واليوتيوب على المباشر كامل للاخوان كيشاهدوا، الناس اللي كيتبعوا في الفيس كيتفرجوا في الفيس، اللي كيتبعوا في انستغرام كيتفرجوا في انستغرام، اللي كيتبعوا في تيك توك كيتفرجوا في تيك توك، اللي كيتبعوا الانستغرام
اتفرجوا في انستغرام، كان طلق المباشر في دقة أربعة ديال المواقع التواصل الاجتماعي. دوك ها هو الوليد بعدا. السلام عليكم الإخوة الكريم. مرحبا. يعني حتى الوالد ديال شفيق، طبعا شفيق اللي دار واحد الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أكثر من 120 شابة وشاب اللي زوجوا في مختلف بلدان العالم، في أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، وحتى في بلادنا. أنت كأب، يعني كيفاش جاتك يعني الفكرة ديال 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 شفيق الابن ديالك في هذا البرنامج هذا؟ واش ما عارضتيش؟ واش لا لا، بالعكس بالعكس، انا الان كنشجعه في هذا في الاتجاه هذا، والله يرضى عليه والله يعاونه، انا نشوفه زايد قدامي ان شاء الله، والله يعاونه ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله نتمنى هذا اللقاء كما قلنا في الاول يكون خفيف، وتحيه للاخوان اللي كيشاهدوا دابا على المباشر واللي كيشوفونا. مرحبا بكم دائما مع شفيق. اللي باغي يتفرج، اللي باغي يتابعني في الفيس، بطبيعه الحال الفيس اللي فيه تقريبا نص مليون، اللي فيه مستر شفيق اوفيسيل، ام ار شفيق اوفيسيل. بالنسبه لتيك توك نفس الحاجه، مستر ام ار نقطه شفيق نقطه اوفيسيل، يعني مستر شفيق اوفيسيل. في انستغرام نفس الحاجه، مستر شفيق اوفيسيل. فيما درتي مستر شفيق اوفيسيل تعطى لكم مرحبا بكم والعقبه لكم، والحمد لله كاينين بزاف الاخوان اللي داروا دارهم وعايشين حياه زوجيه مستقره وبخير عليهم وكيتواصلوا معايا الحمد لله. طبعا نجاوب على واحد الاخت حنان. اخت حنان، راه كاين الجديه والدليل على هذا بانه راه ازيد من 120 شابه وشاب اللي زوجوا وفي مختلف بلدان العالم، امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، وفي الشرق، وفي افريقيا، وفي بلادنا، يعني ازيد من 120 واحد وغادي يتزوجوا. كاين واحد الخمسه ديال الناس اللي غادي يتزوجوا راه في فرنسا، وان شاء الله راه البادره راه غاديه، وكما كنقولوا التران غادي. تفضل. الحمد لله الحمد لله ومرحبا بكم كاملين. وبطبيعه الحال انا راه سبب، ماشي نقول انا هو، يعني انا سبب الحمد لله، واللي كنشوفوا العنوسه كثيره في هذه الوقيته هذه، والحمد لله اللي طحت عليا هذه الفكره هذه، واللي مشى هذا البرنامج بعيد، واللي كان حارب العنوسه وما بغيش تبقى العنوسه بطبيعه الحال، لان الزواج قليل في هذه الوقيته هذه، كثير الناس اللي ما كيفكروش في الزواج، لان هضره جوج تيقول لك الزواج مسؤوليه وكثير وكثير، وعندهم التخوف من الزواج. والحمد لله اللي بزاف اللي داخلين وفرحانين وعايشين حياه زوجيه مزيانه بخير، والعقبه الاخوان كاملين لا داخل المغرب ولا خارج المغرب فيما بغين الزواج، والله يوفق الجميع. وطبيعه الحال انا قبل ما كيدوز معايا شي واحد ولا شي وحده في البرنامج ديالي راه كيعطيو القسم على المباشر، اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله، الى باغي الزواج ولا الى باغي الزواج، الى ما كاش القسم على المباشر باش انا نكون مرتاح راه ما نقدرش ندوز شي واحد ولا شي وحده. وكاينين الناس اللي ما كيبغيوش يبانوا تيتواصلوا معايا في الخصوص، يعني كيتواصلوا معايا بريفي، هذيك حاله خاصه. وبطبيعه الحال الله يوفق الجميع، الواحد ينوي الخير يلقى الخير، ورمضان ان شاء الله يكون مليء بالعباده ان شاء الله، ويكون ان شاء الله خفيف ان شاء الله يا رب العالمين. قول الولي. السلام عليكم. كنشجع الشفيق ديالي ان شاء الله على هذا البرنامج، ونتمنى يتوفق ان شاء الله، هو راه موفق، ونتمنى يزيد لقدام ان شاء الله، ويجمع بعد البنات والدراري ان شاء الله يكونوا يتزوجوا، والله يسخر لهم. واش اللي غادي نقول لكم، واش تكون مبروكه. مرحبا الوليد. شفيق، ممكن تقول للمتتبعين ديال قناه شوف تي في كيفاش، شنو هما الشروط ديال البرنامج ديالك بعد؟ شروط كيطلعوا معايا على المباشر بطبيعه الحال، وحاجة الوحيدة أنه يكون ناوي الخير وناوي الزواج، هذا الشيء اللي كاين، يعني كيعطيو القسم قدام المتابعين كاملين، أوكي أنني أقسم بالله لا ناوي الزواج أو ناوي الزواج لا أقل ولا أكثر. من بعد كنفتح لهم ملف وكنسجل المعلومة ديالهم، الاسم ديالك والأصل ديالك وفين عايشة وشحال في عمرك وشنو كديري في حياتك، مطلقة عازبة أو أرملة، إذا كنتي مطلقة شحال هذه باش خديتي الطلاق ديالك، إذا كنتي عازبة مثلا
قولي لي مثلا اخر واحد تقدم لك للدار وشنو السبب اللي ما كملتيش معاه؟ وبطبيعه الحال كنقول لهم الزواج قسمه ونصيب، من بعد تنقول لك مثلا هذا الرجل العقليه متفتحه او او او، يعني كثير من الاسئله اللي كنسولهم فيها باش اللي يكونوا مرتاحين، يعني تكون هي مرتاحه وهو يكون مرتاح اللي دايز معايا بطبيعه الحال، باش كيبغي كياخذ داك الشيء اللي باغي هو. ياك بطبيعه الحال اخويا ما بغاش يدي القسم وما غاديش ندوزو بطبيعه الحال، ما بغاش يدي القسم، يعني هذه الحاجه فيها ما بغاش يدي القسم، لانه يعني ما ناويش الزواج، يعني باغي يتفلى، وبطبيعه الحال اللي باغي يتفلى راه غادي يمشي بلاصه اخرى. قلت له مباشر بطبيعه الحال، قليل قليل اكثر كيطلعوا معايا حيت عارف البرنامج ديالو كيتابعوني وكل شيء، راه مادام طالع كاين هذه في البدايه ديالي، في البدايه ديالي كاين اللي البدايه كتكون شويه يعني شويه الواحد كيفاش غادي تيق انك انت غادي دير واحد البرنامج وتزوجوا مع المباشر. في الاول كانت شويه صعيبه البدايه، هذه البرنامج دابا راه مده عامين باش كاين هذا البرنامج، البدايه راه كانت شويه صعيبه، كاين الواحد يطلع ما يعطيش القسم، باغي يتفلى باغي يدوز، ولكن دابا عارفين البرنامج وعارفين كيفاش غادي، والحمد لله يعني البرنامج راه ولا كيضرب ملايين مشاهده عبر الفيس عبر تيك توك، يعني الفيس اللي اكثر من 2 مليون في الفيديو واحد، 1.5 مليون الحمد لله اللي داير الضجه ومشى بعيد، وكثير من الاجتهاد اكثر ان شاء الله ونزيدوا اكثر نقدموا اكثر هذا البرنامج هذا. يعني اخ شفيق 120 تقريبا، اكثر من 120، هذه 120 اللي مسجلين عندي في الدوسي واللي صوروا لي العقد ديالهم واللي كنتواصل معاهم واللي واللي واللي، كاين واحد عدد كبير اخرين اللي تزوجوا حقا ولكن كاين اللي ما اعترفش بانه تزوج من عندي، كاين اللي مثلا دار معايا لعيب، كاين مثلا اللي ما بزاف ديال الحوايج، هادوك صافي ملي شفت منهم دوك الحوايج حيدتهم، اما خليت انا الناس اللي مسجلين واللي صوروا لي العقد ديالهم واللي صوروا لي بزاف الحوايج اللي داروا اللي كيتواصلوا معايا وزيد وزيد. ضروري يصور لك العقد؟ ضروري، وانا ما نقدرش نسجلو انا في الدوسي بانه تزوج، باش يقول لي تزوج بالفم يقدر يكذب، ولكن ملي نشوف انا العقد بانه راه صوروا لي وصيفطوا لي بان راه فري انه تزوج، انه راه دار دارو، اي واحد يقدر يقول لي انا راه تزوجت من عندك. سجلوه طبعا. حتى كنسجلوه كنتواصل. تزوجت هكا؟ لا 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 لا، يقول لي تزوجت هكا، اي واحد يجي يقول لي تزوجت من عندك. لا لا، هذاك الشيء ما كاينش، ما نقدرش. الا ما صور لياش العقد نشوف انه تزوج فري، ما غاديش نسجلوه عندي بانه راه تزوج من عندي. ولو يقولها لي ولا هو يقول لي اي حاجه، لا، خصني نشوف انا الدليل. الدليل. بطبيعه الحال الدليل. وتحيه الناس ديال الفيس المتابعين ديالو ديال تيك توك، والناس ديال الفيس الصفحه الثانيه، والناس ديال اليوتيوب، والناس ديال انستغرام، تحياتي لكم كامل الاخوان والمتابعين اللي كانوا كيساندوني وكيساندوا البرنامج ديالي من البدايه واللي كانوا كيشاركوا البرنامج، وتحيه لصديق سلام، وتحيه لميا الناضوريه وسعيده نجاح وكريم كاع الاخوان اللي كانوا حاضرين، وبزاف ديال الاخوان اللي كيبارطاجيو المشاركه البرنامج، الحمد لله باش وصل لهكا ومزيد من الاجتهاد ان شاء الله. الاخ شفيق، يعني شنو هي الرساله اللي باغي توجه لهاد الناس اللي زوجتيهم، وشنو هي النصيحه للناس اللي باغيين يتزوجوا ويتوكلوا على الله؟ الواحد الزواج راه ماشي داكشي اللي تتفكروا فيه تيخلع، كاينين الناس في الاول تيخافوا تيقولوا الزواج راه شي حاجه مسؤوليه وصعيبه وفيها 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 وفيها. الواحد واخا تزوجتي عرف راسك، مثلا تزوجتي عرف كيفاش تعيش داك حياه زوجيه، مثلا قديتي دير وليد دير وليد، كبروا وصلوا لواحد السن، مثلا يوصل لواحد السن قديتي تزيد الثاني زيد الثاني اوكي، ويعرف كيفاش يمشي راسه واخا في الحياه الزوجيه. والحياه الزوجيه يعني الزواج راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع، يعني ماشي شي حاجه اللي شي حاجه صعيبه. كاينين بزاف الاول الناس تيتخوفوا من انا ما عنديش خدام مثلا ب 1500 درهم ولا 2000 درهم في الشهر، واش ديال المدام، واش ديال الزوج، واش 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 ديال الكرا، واش حقا يعني صعيب، ولكن الواحد يدير السبب والكمال عند الله، وربي اللي تيرزق. راه العبد راه العبد الضعيف ما عنده ما يرزقك، بطبيعه الحال ربي اللي تيرزق، واي واحد كيجيب رزقه. صحيح. هذه الواحد ينوي الخير يلقى الخير ويتوكل على الله. والحمد لله دابا الحمد لله انا كنزوجو مثلا بحال ما عندوش الوريقات في اوروبا، كنزوجو بوحده عندها وريقات كيتعاونوا مع بعضياتهم، اولا شي واحد في المغرب كيمشي لاوروبا كيتزوج من اوروبا مثلا وكيعيش يعني مع هذيك بنت الناس في اوروبا او الحمد لله، يعني الواحد شي كيعاون شي. شفيق شي كلمه اخيره؟ رمضان مبارك سعيد الاخوان كاملين، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ومليء بالعباده ان شاء الله، ويا ربي يكون المغفره بطبيعه الحال للذنوب، و
مرحبا بكم عندي في تيك توك والفيسبوك وانستغرام، ديروا غير ام ار شفيق اوفيسيال، او لا ديروا شفيق الزواج، في ما كتبتوا شفيق الزواج نطرم عليكم بطبيعه الحال. ومرحبا بكم كاملين. وباش الناس تعرفوا الناس كيسولوا هنايا على الاوقات ديال البرنامج، باش بقاو يدخلوا عندك الاوقات ديال البرنامج، الاوقات ديال البرنامج في رمضان، وغادي نمشيو نشوفوا اوكي غنسولوك على البرنامج بعد رمضان. بعد رمضان اوقات ديال حاليا، دابا راكم عارفين الصلاه ديال التراويح الناس كيمشيو يصليو الروبو عندك، وهذه واخا. انا كنت درت ليهم الاثنين والاربع والجمعه والحد، او يعني ديال الايام اللي غيكون يعني كيكون فيها البرنامج، الاثنين والاربع والجمعه والحد من بعد صلاه التراويح، يعني العشرة ديال الليل توقيت ديال المغرب. اما قبل رمضان كان مع 9 ديال الليل توقيت ديال المغرب، 9 الليل توقيت ديال المغرب. الايام الاثنين والاربع والجمعه والحد، هذه هي الايام، نفس الايام. اما دابا في رمضان مع العشرة ديال الليل من بعد صلاه التراويح. وكان دير عاوتاني بعض المرات، مره في السيمانه برنامج مثلا كنديرو في السبت ولا في الثلاث، الناس اللي تيطلعوا معايا واللي كيعطيو القسم وما تيبانوش، كاينين الناس اللي باغيين يتزوجوا لكن ما تيبانوش بطبيعه الحال. حتى هي نفس الحاجه كنديرها مره في السيمانه في الصفحه اللي سميتها شفيق اوفيسيال، هذه خصيصا الناس اللي يطلعوا معايا وما يبانوش في الفيس، مع حتى هي نفس توقيت العشرة من بعد صلاه التراويح في رمضان. اما اوقات من غير رمضان مع 9 ديال الليل مره في السيمانه. هذا الاخ عمران بطبيعه الحال حتى هو حاضر معنا. السلام عليكم. جلس خويا راه اوكي، قرب. تحيه كبيره للمتتبعين ومتتبعات برنامج الزواج. ماشي مشكل نقولوا الكلمه ديالنا ونوضوا نمشيو نقضوا شغلنا حتى حنا. تحيه لكم كبيره. هذا الاخ عمران بالنسبه للمتتبعين قناه مستر شفيق اوفيسيال، كنتمنى لكم الخير. بالنسبه للناس اللي كيتابعوا شفيق، اللي ناوي الخير يلقى الخير، والناس اللي اللي باغي يتزوج كاين اللي كيتواصلوا معايا بزاف كيقول لي تواصل مع شفيق، على اساس انه باغي يتزوج وباغي ناوي المعقول، حيت لان كتلقى دابا ضغوطات كبيره، ضغوطات كبيره بزاف على البرنامج. وكاينين الناس اللي كيدخلوا عندي انا شخصيا على الرقم ديالو كيقولوا لي هضر مع شفيق وقول ليه هي لقينا معاش بنت الناس، تكون ناويه الخير. واللي بغيت نوصل لكم انا الميساج بانه راه شفيق راه عليه، المراه راه عليها الضغط بزاف، وكاين الناس اللي ما كاين الناس اللي ما كنقدروش نجاوبوهم كاملين. بالنسبه للناس اللي تزوجوا من البرنامج كنتمنى لكم ان شاء الله الخير وحياه زوجيه سعيده. اللي غادي نقول لكم الكلمه الاخيره، رمضان مبارك. بالنسبه للناس اللي باقي ما جبناهمش غير سمحوا لينا، غادي ان شاء الله غادي يكون غير خير، وغير صبروا معنا، راه البرنامج ان شاء الله راه باقي مستمر وفي نفس التوقيت كما قال لكم شفيق. بالنسبه للايام اللي كيدير فيهم البرنامج راهما يعني رسميين، ايام رسميين، وغادي يبقى البرنامج كيدوز بهذا الشكل ان شاء الله باش نرضيكم ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا اخ عمران. الاخ شفيق انت الان مباشره على قناه شوف تي في، كلمه اخيره للمتتبعين ديالك في الانستغرام وفي المواقع التواصل والناس اللي كيعرفوك. طبعا طبيعي الحال اللي باغي يتابعوني في انستغرام، راه انستغرام مستر شفيق اوفيسيال نفس الحاجه، يعني مستر ام ار نقطه شفيق نقطه اوفيسيال، هذه انستغرام. تيك توك حتى هي نفس الحاجه، ام ار يعني مستر نقطه شفيق نقطه اوفيسيال، شفيق بالكا. الفيسبوك عاوتاني مستر ام ار شفيق اوفيسيال نفس الحاجه. اليوتيوب مستر شفيق، اليوتيوب مستر شفيق. اوكي هادشي اللي كاين بطبيعه الحال. مرحبا بكم عندي اللي باغيين يتابعوني في الفيس، راه كندير البرنامج في الفيس على المباشر، في الفيس وانستغرام ويوتيوب وتيك توك في دقه واحده، كنطلق مع العشرة د الليل كنطلق في دقه واحده. اللي باغيين يتفرجوا هنا واللي باغي يتفرجوا هنا واللي باغي يتفرجوا هنا، واللي كندوزهم في الواتساب ابي الفيديو اتصال بالكاميرا. اليوم السبت ما عندكش البرنامج؟ اليوم السبت، اليوم ما عنديش البرنامج، وكان عندي معكم لقاء، وبعض المرات في السبت راه كندير اليوم هذوك الناس اللي ما تيبغيوش يبانوا، مثلا مره في السيمانه يا السبت يا الثلاث.
كدير بعض المرات مبادرات خيريه كنشوف كندير مبادرات خيريه الحمد لله ملي كنشوفوا شي حاله اللي واصله للعظم شي حاله اللي حاله شتها وهذه راه كنهضر عليهم وكنوقفوا معاهم كاع الاخوان كاملين كنديروا يد في يد وكنوقفوا معاهم كاينين الناس هنا المتابعين كيديروا حتى هما كيتعاونوا كيديروا كيتعاونوا كيديروا الخير وكثير من بطبيعه الحال اللي كانت غدي العمليه درت العمليه كانت اللي تشردت في الزنقه ولا في الشارع ولا الحمد لله شدينا ليها الدار وتفرشات والاخوان المحسنين اللي كيتعاونوا من عندي من البرنامج الاخوان كيديروا يد المساعده وكاملين الحمد لله مره مره كنديروا هذه المبادره. تحيه لعبد الله داود المقدم الغزال لجنه الريحان. تحيه الاخوان كاملين مؤمن الاطراش هادو في الفيس تحيه الناس ديال انستغرام تاهما الاخوان. مرحبا بك اخويا سلام عندي بطبيعه الحال المراسل والاخت والاخ اخر مرحبا بكم كاملين بطبيعه الحال الطاقم التقني ديال مرحبا شوف تي في ومرحبا بكم كاملين وتحياتي لكم والله يسهل عليكم ورمضان مبارك سعيد انتهلاو مره اخرى نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا رفيق. متابعات متتبعي قناه شوف تي في كيف ما تابعتنا في البث المباشر من الناظور مع شفيق هذا هو شفيق اللي زوج اكثر من 120 شابه وشاب في مختلف بلدان العالم في أمريكا اللاتينية في إفريقيا في الشرق الأوسط وفي بلادنا طبعا مع الأب ديالو الحمد لله اللي راضي عليه الحمد لله على هذا البرنامج وكنشكر حتى الطاقم كامل ديال شوف تي في كنشكركم كامل شكرا بارك الله فيك هذا واجب إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في وصلنا لنهاية البث المباشر من الناظور مع شفيق وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.